الكرام، اهلا بكم معنا. وهذه الفقره الخاصه اللي هنتكلم فيها بالتفصيل عن منتدى فعاليات سان بطرسبرغ الدولي في النسخه ال25 الذي عقد على مدار الايام الماضيه. هذا الحدث الاقتصادي الذي افضى الى عدد كبير من الصفقات تصل قيمتها الى حوالي 105 مليار دولار بمشاركه دوليه وعربيه، ومصر كانت تشارك هذا العام كضيف شرف للمنتدى. حاولت روسيا خلال المنتدى اللي بتنظمه في ظروف دوليه صعبه البحث عن فرص جديدة للتعاون والشراكة مع الدول المشاركة. حول هذا الموضوع معنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية جامعة حلوان. دكتور أهلا بيك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، بداية عايزين نتكلم عن أهمية المؤتمر على اعتبار أنه من أهم المنتديات الاقتصادية بجانب منتدى دافوس. حقيقة المؤتمر الخاص سان بطرسبرغ أو المنتدى الاقتصادي الخاص بهذا الحدث مهم جدا، لأنه ليه تاريخ كبير بدأ من 97، واعتبارا من 2006 كان برعاية الرئيس الروسي، فده بيديله أهمية كبيرة لأنه ملتقى بيضم حكومات، بيضم رجال أعمال، وبالتالي هذا الملتقى بيكون فيه عدد كبير جدا من الشخصيات اللي بيتم فيها التفاوض وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة، وبيتم بناء عليها عقد مجموعة من الاتفاقيات. لكن المؤتمر الحاجة المهمة في الفترة الأخيرة دي، المؤتمر الأخير كان فيه أكتر من 14 ألف مشارك، وده رقم كبير جدا بيدل على تنوع وعدد كبير جدا من المشاركين. ال 14 ألف تقريبا دول من 131 دولة، وبالتالي كان في حوالي 70 وفد رسمي منهم مصر شاركت بوزراء عن الوفود، فده بيدي أهمية كبيرة يعني جدا. يعني حجم المشاركة يعتبر كبير هذا العام. كبير جدا وليه صدى كبير، وكان ليه أبعاد كتير جدا من النواحي المختلفة، سواء نواحي اقتصادية أو نواحي غير اقتصادية. الاقتصاد الروسي دايما ده الحدث ده بيعكس التطور والنمو الاقتصادي الروسي. لكن لو عايزين نتكلم على أهمية الاقتصاد الروسي، هنقول بس رقم ان روسيا ثالث اكبر دولة في العالم بتحقق فائض تجاري بقيمة 189 مليار دولار. الصين رقم واحد، المانيا رقم اثنين، روسيا رقم ثلاثة كفائض في الميزان التجاري حوالي 189 مليار دولار. الدب الروسي تقريبا بيصدر بحوالي 493 مليار دولار. إذن حجم الاقتصاد الروسي بينمو بشكل كبير جدا، اصبح اقوى من ذي قبل، وده اللي بينعكس على عملية الانفتاح على العالم. يمكن دايما روسيا بتضع امامها عدد من المحاور، مثلا لازم يكون في تعاون في منطقة الشرق الاوسط، لازم يكون في تعاون في منطقة افريقيا. اذا هذا المنتدى كان عبارة عن ترجمة حقيقية لهذه الشركات. هل نقدر نقول ان المنتدى بيهتم بدول الجنوب واقتصادات الجنوب واقتصادات الدول الشرقية بشكل اكتر من المنتديات الاخرى؟ هو بيركز اكتر على بعض القضايا اللي بتخص الدول الاقل نموا، يعني دايما هتلاقي حضرتك في بعض القضايا، مثلا في انشاء مشروعات بنيه اساسيه بس لان تكلفتها عاليه في بعض الدول، فبيجي دور هنا روسيا انها بتقدم تسهيلات في عمليه بناء هذه المشروعات، ان هو بيحقق تسريع في معدلات التنميه في الدول الافريقيه، وفي نفس الوقت التكلفه بتكون محدوده شويه، تقدر الدول اللي هي اقل نموا تقدر تساهم او تشارك في عمليه الدفع فيها. فالمنتدى مهتم جدا بافريقيا، لان افريقيا دايما هي محطه انظار كل القوى الاقتصاديه. صحيح. لان افريقيا دايما يعني بيطلق عليها قاره المستقبل. ويمكن البنك الدولي في احد التقارير قال ان المعجزات الاقتصاديه هتكون افريقيه في القرن الحالي اللي احنا عايشين فيه، عكس القرن الماضي كانت المعجزات اسيويه. انما المعجزات اللي جايه يعني دايما بنتكلم دلوقتي على نموذج اوغندا، بنتكلم على نموذج في بعض الدول اصبحت المحطه انظار العالم كله من حيث الاداء الاقتصادي، من حيث عمليات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. طيب، واحنا بنتكلم على يعني اهميه افريقيا، زي ما احنا عارفين انه كانت هناك علاقات تاريخيه ما بين روسيا وافريقيا، روسيا كان ليها دور مهم جدا في تحرير الدول الكثير من الدول الافريقيه، وكمان تقديم لهم الدعم ما بعد الاستقلال. هل شايف انه يعني روسيا قدرت انها تربط هذه العلاقات التاريخيه في ظل مناخ زي ما احنا شايفين انه في كتير جدا من الصراع على الموارد في افريقيا؟ الحقيقه الدور الروسي بيختلف حسب طبيعه النظام العالمي. احنا دلوقتي بنعيش نظام عالمي جديد. النظام اصبح دلوقتي بيبقى فيه متعدد القوى، لم يعد سيطره قطب اوحد على العالم مثل ذي قبل.
يمكن كان في ترابط تاريخيه كبيره جدا ما بين روسيا اللي هي الوريث الصارع للاتحاد السوفيتي سابقا في دول كتير جدا من دول القاره الافريقيه. يمكن بيتم الاعتماد على هذه الروابط للترويج لبعض المشروعات او بعض المساعدات اللي بتقدمها روسيا في بعض الدول الافريقيه. ولكن تعالوا نتكلم بقى بلغه الارقام برضه. روسيا بتصدر للقارة الأفريقية بحوالي 14.6 مليار دولار. دي قيمة الصادرات الروسية لأفريقيا. وعلى فكرة مصر أكبر سوق مستورد في أفريقيا من المنتجات الروسية. عشان كده لما جه دينيس مونتروف لما جه يتكلم وقال إن العلاقات ما بين روسيا ومصر يعني علاقات استراتيجية، سواء بتتكلم على مصر كبوابة في الشرق الأوسط أو بوابة في الدول الأفريقية، لأن ده مصر من أكبر الدول المستقبلة للصادرات الروسية. الحاجة الثانية إن الدول الأفريقية كلها على بعض بتصدر لروسيا بحوالي 3 مليار دولار. إذن حجم التبادل التجاري كله على بعضه تقريبا 17.5 مليار دولار ما بين أفريقيا وروسيا. في تطلع من جانب القادة الأفارقة دايما إن احنا عايزين نزود المعدل ده، عايزين نزود التبادل التجاري أكتر، لأن في فرص للاستثمار والتجارة موجودة في أفريقيا لو تم استغلالها بشكل كبير هيحصل عملية انتعاش في الروابط التجارية والروابط الاستثمارية ما بين روسيا وما بين القارة الأفريقية. طيب يعني زي ما احنا شايفين انه حجم التبادل التجاري والاستثماري يعتبر كبير ما بين روسيا وأفريقيا، يعني هل يعني نقدر نقول انه النفوذ الروسي بيزداد في أفريقيا؟ هو في منافسة. منافسة. يعني دايما القارة الأفريقية احنا بنشبهها بملعب، الملعب الأفريقي. في منافسة ما بين الصين، في منافسة ما بين روسيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في قوة كبيرة جدا. الصين أيضا تهتم كثيرا بأفريقيا، يعني زي ما شايفين أنه من أولوياتها مثلا مشروع الحزام والطريق. المشروع الحزام والطريق، ويمكن الصين بدأت بالفعل في مشروعات كتير جدا في البنية الأساسية في أكتر من دولة أفريقية. يمكن الدور الأكبر في القارة الأفريقية هو للصين. الدور الأكبر دايما بيكون للصين. الصين دايما الحزام والطريق، وبرضه بتعتبر مصر هي البوابة الخاصة بالبوابة البحرية الأفريقية. ومن هنا برضه بتلاقي عملية تناغم حتى في المشروعات اللي بتقوم بيها مصر، يعني مشروعات البنية الأساسية اللي بتعمل في مصر، الطرق والكباري والحاجات دي كلها والمشروعات والطرق الدولية مش معمولة صدفة، مش معمولة بشكل عشوائي، لا معمولة لأنها تكمل مشروعات دولية زي مشروع الحزام والطريق ده. يعني يمكن بدأ الكلام دلوقتي تاني على مشروع القاهرة كيب تاون، وإزاي يتعامل وإزاي نقدر نربط الدول الأفريقية، لأن من أهم الصعوبات اللي بتواجه التجارة في أفريقيا البنية الأساسية. صحيح. هقدر أنقل إزاي منتج وأنا ما عنديش منافذ للنقل، حتى للتجارة البينية والاستثمار البيني ما بين الدول الأفريقية ضعيف جدا، يعني في مش أفريقيا. على عكس المتوقع يعني أو المأمول حتى. يعني أقول لحضرتك على معلومة برضو، نسبة التجارة البينية ده مؤشر لعملية جاذبية التجارة. يعني مثلا في الاتحاد الأوروبي التجارة البينية تقريبا 70%، يعني 70% من تجارة أوروبا بينهم وبين بعض. الرقم ده في أفريقيا لن يتجاوز 5%. ليه؟ لأن في صعوبات كتير بتحد من عملية الانتعاش والنمو، رغم أن أفريقيا يمكن هي مصدر المواد الخام كلها. صحيح. مصدر المواد الخام. بس هنا لما نيجي ندي مثال مثلا على منتج الكاكاو، المنتج الخام ده بيستورد من بعض الدول الأفريقية، القيمة بتاعته أو سعر قليل، بس لما بيروح لسويسرا يتحول إلى منتج زي الشوكولاتة ليه قيمة مضافة. القيمة المضافة، قيمة المضافة. فده كان التفكير دايما أن احنا ازاي نعمل سلسلة قيمة في أفريقيا. بدل ما انا ابيع منتج خام سي مثلا ب5 دولار، ليه ما بيعش المنتج النهائي اللي هو ب200 دولار؟ اذا الفرق ده وتستفيد منه الدول الافريقيه، يستفيد منه الدول الافريقيه، لان انا ممكن اعمل مصنع تعبئه في دوله اخرى، ممكن اجيب العماله من دوله تانية، يبقى يحصل عندي عمليه تكامل ما بين سلاسل القيمه. واعتقد ان العنصر ده بيركز عليه دايما في خامة الرئيس السيسي لما بيجي يعرض مشاكل، ما بيعرضش مشاكل مصر بس، بيعرض مشاكل القاره الافريقيه. ان قاره افريقيا تمتلك ولكن عندها صعوبات شويه في عمليه استغلال الموارد المتاحه. عندنا موارد متاحه، لما عمليه الاستغلال هو ده التحدي الاساسي للقرار. شايف يا دكتور انه فعلا في استفاده من الدور المصري كبوابه لافريقيا؟ طبعا زي ما احنا عارفين انه في كتير جدا من الاتفاقيات التجاريه اللي ما بين مصر والدول الافريقيه، بالاضافه انه مصر كمان زي ما احنا عارفين كان ليها دور مهم جدا في يعني عقد القمه الاولى ما بين روسيا وافريقيا تحديدا كان 2019. يمكن مصر دايما من الدول اللي بتعرض قضايا القارة وبتركز على قضايا الفقر والجوع، وبالتالي في مبدأ دايما
بنتكلم عليه هو علينا أن نساعد أنفسنا قبل أن يساعدنا الآخرين. يعني لازم نشوف المشاكل بتاعتنا، إيه الاحتياجات بتاعتنا الموجودة في أفريقيا. فمصر بتعرض القضايا دي لأن برضو مترتب عليها مشاكل أخرى الدول المتقدمة بتعاني منها زي الهجرة غير الشرعية. صحيح. أنت لما بتوفر لي مناخ كويس، بتوفر لي مجال للأعمال، أقدر يبقى في حد للهجرة، هتقل شوية، يعني مش توصل لصفر بس هتقل. وبالتالي هنا عملية الربط ده بيتم عرضها في أي منتدى، يمكن كان في منتدى برضو أو كان في مؤتمر في الأمم المتحدة تم عرض الموضوع ده بكل صراحة. قضية المناخ، قضية المناخ يمكن دايما بنعرضها، وإن شاء الله في آخر السنة هنستضيف قمة المناخ. دايما بنقول أن القارة الأفريقية هي قارة نظيفة جدا، ولكن تدفع فاتورة التلوث القادم من الخارج. فهنا من في الدول الصناعية، الدول الصناعية اللي هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دول بيسببوا انبعاثات للغازات الملوثة للبيئة. وبالتالي هنا استغلال القارة دي، القارة النظيفة، ان احنا عايزين نستغل الموارد بتاعتها بشكل افضل في عمليات الاستثمار. ومن هنا بيجي الدور ان ازاي يحصل تكامل. يمكن كان في الفترة الاخيرة كان في المنتدى الخاص بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وكان الكلام على منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبرى، ان ازاي نقدر المنطقة دي تنعش شوية الروابط التجارية ما بين الدول الأفريقية. يعني كان عندنا مثلا الكوميسا وفي تكتل تاني اسمه الصادق، فبيحصل اندماج ما بينهم. الهدف كله ان احنا عاوزين نعمل سوق أوروبي موحد، او سوق أفريقي موحد زي السوق الأوروبي اللي كان معمول والتجربة الأوروبية. صحيح في مشكلات موجودة، ولا تزال هناك طبعا بعض التحديات، يمكن المشكلات أكترها مشكلات خاصة بالقيود غير الجمركية، اللي هي بقى الإجراءات والشهادات الخاصة بالتخليص والحاجات دي كلها. فدي كل دي قضايا ملفات موجودة للقيادة السياسية المصرية بيتم العمل عليها ليل نهار، عشان نقدر ان احنا فعلا نحقق تنمية شاملة مش لمصر بس، لا للدول الأفريقية. طب دكتور صابر، ازاي تابعت الجلسة المخصصة يعني من خلال المنتدى لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الأفريقية الروسية هذا العام؟ الحقيقة الجلسة تم عرض فيها مشكلات كبيرة، وكان الاهتمام جاي من خلال كلمة السيد الرئيس في المنتدى، وكان في الوفد الخاص بمصر برئاسة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة. المعرض الخاص بالمنتجات المصرية كان لاقى اهتمام كبير جدا. فكل التوليفات دي كلها كان في جلسات مع رجال أعمال ومع شركات، كله كان عاوز يستفسر عن الفرص الاستثمارية لمصر. فلما جت الجلسة الخاصة بإفريقيا تم التركيز على القضايا التي تؤرق القارة الأفريقية، قضايا الفقر، قضايا الصحة، قضايا البنية الأساسية. فدي كلها مثلث عاوزين ان احنا كمصر ان احنا عاوزين نقلل شوية المشكلات بتاعته، نشوف له حلول، وحلول تكون قابلة للتطبيق. لكن دايما في الفترة دي لما جيت نتكلموا مثلا على عملية البنية الأساسية، بنلاقي ان روسيا ليها خبرة كبيرة جدا مثلا في صناعة عربات القطارات، ووردت لمصر في الفترة الأخيرة احدث عربات قطار موجودة. احنا عايزين التجربة دي بقى يعني تعمم على مستوى القارة الأفريقية، ولكن عن طريق إيجاد شراكة ما بين مصر وروسيا، ان مصر تكون محور لإنتاج هذه مثلا القطارات، ويتم من خلالها التصدير لباقي الدول الأفريقية. يمكن اعتقد هو ده الملف المهم اللي محتاجين ان احنا نركز عليه شوية، ان مش مجرد عملية استيراد مباشر ما بين روسيا لأفريقيا، لا، لازم يكون في محور، في محطة موجودة اللي هي مصر، يتم من خلالها بالتعاون مع روسيا والتكنولوجيا الروسية والقيادة المصرية ان يتم عمل مشروعات زي كده تخدم على بقية القارة الأفريقية. هيوفر كتير جدا من تكاليف لوجستية، هيوفر حاجات كتير جدا، وبالتالي نحصل هنا عملية المكاسب المشتركة. نعم. طيب دكتور صابر، يعني عايزة تعقيبك برضو على كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي أثناء المنتدى. زي ما احنا عارفين أن مصر هي ضيفة شرف يعني هذه الدورة 25 للمنتدى، وزي ما تابعنا أنه الرئيس اتكلم عن بعض النقاط المهمة، اتكلم عن يعني أهم المشروعات المشتركة ما بين مصر وروسيا، اتكلم على التحديات اللي واجهت مصر في العشر سنوات الأخيرة، كمان اتكلم عن يعني قدرة مصر على تحقيق نمو حتى في ظل الأزمات العالمية الأخيرة. يمكن الحقيقة التجربة المصرية منذ عملية الإصلاح الاقتصادي في 2016 هي تجربة فيها عديد جدا من الدروس المستفادة.
يعني على سبيل المثال لو ما كانش اتعمل تحرير لسعر الصرف قبليها وجاي لك ازمه كورونا وجاي لك مشاكل، ماذا سيكون سعر الدولار؟ اكيد كان هيبقى اضعاف الرقم الحالي. الحاجه الثانيه ان بدات تاهل الاقتصاد المصري ان هو يحصل عمليه تحرير شويه فيه، ان انت بتعمل عمليه ترشيد للدعم، ان انت بتعمل عمليه اصلاحات في مشروعات بنيه اساسيه مهمه. على فكره مشروعات البنيه الاساسيه بعض الناس بتشوفها رفاهيه وده خاطئ جدا، لان انا لما بعمل طريق جديد انا دلوقتي بخلق فرص استثمار بطول الطريق. يعني لو الطريق ده طوله 60 كيلومتر انا عندي حوالين الطريق ده فرص استثماريه اقدر ان انا اسوقها كويس، ما كانش هتقدر تيجي لو الطريق ده مش موجود. دي نقطه لازم نركز عليها جدا، ان مشروعات البنيه الاساسيه التي حدثت في مصر لم تكن رفاهيه ولكنها ضروره، والاستمرار في هذه المشروعات هو السبيل الوحيد ان انت تحقق الاحلام بتاعتك سواء خاص بالمشروعات القوميه والاهداف بتاعتها. يمكن الكلمه اللي جت للسيد الرئيس كان بيتكلم على ملامح عامه للتجربه، ان ازاي دور مصر كانت عاوز تحول من الى الطاقه الجديده، المشروعات اللي اتعملت في الطاقه الجديده، ايه القطاعات الجاذبه لمصر. يمكن مصر من ضمن الحاجات الكويسه جدا في الفتره الاخيره ان احنا اصبحنا دلوقتي محور للغاز في المنطقه، محور للغاز في العالم. منطقه كنا بنصدر السنه اللي فاتت في اول طول السنه كلها صدرنا بحوالي 500 مليون دولار غاز، في اول ربع من السنه دي لغايه شهر 4 صدرنا بحوالي 4 مليار، نظرا طبعا كان في الازمه الروسيه وتدفقات الغاز الى اخره. وبالتالي الحاجات اللي زي كده، التوسعات في المشروعات الخاصه، احنا بنعمل عمليه منطقه، بنعمل عمليه محور للانشطه والتخصص الخاص في مصر. يمكن الاقتصاد الروسي، يعني بمناسبه الحديث عن روسيا، من يدعم الاقتصاد الروسي هي الموارد اللي يقدر العالم بيعتمد عليه فيها، وبالتالي حتى لما فرض العالم بعض العقوبات عليه قوه الاقتصاد الروسي في ان العالم هو اللي محتاجه في النفط في الغاز، خصوصا اوروبا نص احتياجات اوروبا بيجيبها من روسيا. فدي كلها المعضله، لو الدوله او اي دوله في العالم العالم مش محتاجها، اذا في الحاله دي سهل جدا ان العقوبات دي تجيب تاثير او يحصل مشكلات اقتصاديه. هل نقدر نقول ان الازمه الروسيه الاوكرانيه جعلت هذه الدوره استثنائيه؟ بالفعل، لان هي كانت تحدي كبير جدا، ان يمكن كان في قضايا خلافيه ان روسيا لابد من عزلها عن العالم، وفي ملف اخر يقول لك لا، فكان الحدث ده مهم جدا لاثبات ان روسيا متواجده في العالم، لديها علاقات مع دول كتير جدا، في دعم كبير جدا من الصين. الصين يمكن من اكبر داعم لروسيا، وده بيزود القوه الاقتصاديه لروسيا. الموضوع المهم جدا ان دايما مصر بتحافظ على التوازن. نعم، لان احنا يهمنا ان يكون عندنا علاقات توازن مع كل القوه، ما ننحس القوه معينه على حساب قوه اخرى، لان احنا عندنا مصالح مع كل دول العالم. وبالتالي كان لما يكون في محاوله ان نتكلم عن الراي المصري، الراي المصري بيتكلم على ان احنا عايزين الامور كلها تحل بالسلم، ما يكونش فيه حروب، ما يكونش فيه لاجئين، وبالتالي لا ننحاز الى طرف على حساب الطرف الاخر. وده اثر جدا ان كل دول العالم لديها علاقات مع مصر، وبالتالي بتحافظ على العلاقات المصريه سواء كان في التجاره، في الاستثمار الى اخره. طيب دكتور، عايزين نتكلم برضو عن اهم القطاعات الحيويه واهم المشروعات المشتركه اللي بتجمع ما بين مصر وروسيا. يمكن في اخر تقدير للاستثمارات الروسيه في مصر بحوالي 8 مليار دولار. 8 مليار دولار اجمالي الاستثمارات الموجوده في الروسيه في مصر. الاستثمارات دي بتتكلم على قطاعات الطاقه. نعم، افضل يعني مشروعات الضبعه طبعا، مشروعات الطاقه الضبعه، تطوير السكك الحديديه زي ما اشرت، العربات السكك الحديديه، ده من الحاجات اللي برضو فيها بعض الاستثمارات الجديدة في المنتجات الخاصة بالفارماسي والمنتجات الأدوية والحاجات دي، برضو الاستثمارات الروسية داخلة بقوة فيها. في رغبة من جانب الروسي انه عاوز ينوع الاستثمارات في مصر، عاوز يزود القطاعات اللي بيستثمر فيها، عاوز يخش في قطاعات التكنولوجيا. نعم، يمكن من قطاعات التكنولوجيا برضو من القطاعات الرائدة، لان السوق المصري سوق واعد، سوق ناشئ، سوق ليه مقاومات كبيرة جدا وبوابة للدول الأخرى خصوصا الدول الأفريقية. إذا المحور ده بنتكلم على إن السوق المصري سوق جاذب جدا. المنطقة الخاصة في قناة السويس طبعا من أهم السويس برضو، دي من ضمن الحاجات جدا اللي بتجذب الاستثمارات.
يمكن اصبح الحديث دلوقتي ملح جدا ان لازم يكون في منطقه تجاره حره ما بين مصر وروسيا. يمكن الرئيس يعني منطقه تجاره حره ما بين مصر وروسيا، مصر وروسيا يعني. لان منطقه التجاره الحره هتفرق كتير جدا ان المنتجات الروسيه والمنتجات المصريه سوف تتدفق بدون اي قيود. الجانب الاخر برضو اللي هي السياحه، السياحة الروسية مصدر مهم جدا لمصر طبعا للاقتصاد المصري، ولما كانت حصلت أزمة قبل كده قطاع السياحة تأثر لما غابت السياحة الروسية، فأعتقد الفترة اللي جاية إن شاء الله السياحة الروسية سوف تعود، وبالتالي سوف يحدث نمو في سواء في القطاعات الخدمية أو القطاعات السياحية. طب برضو من القطاعات المهمة عايزين نتكلم فيها حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا، خاصة بعد قرار روسيا توقيف استيراد الخضار والفواكه من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية، هل كان في زيادة في الصادرات الزراعية المصرية؟ مصر بتصدر لروسيا بحوالي 600 مليون دولار أغلبهم خضر وفاكهة، يعني أغلب المنتجات التصديرية المصرية اللي بتروح روسيا منتجات الخضر والفاكهة. هنا بقى حتة السوق البديل، لما تقفل السوق الأوروبي إذن البحث عن سوق بديل من أفضل الأسواق بالنسبة لروسيا السوق المصري. من المتوقع أن يحدث مثلا زيادة في الصادرات الخاصة بالخضر والفاكهة بنسبة 30%. 30% دي نسبة كبيرة جدا، دي متوقع لأن الفترة دي زي ما قلت لحضرتك نسبة الغاز، الغاز زاد بمعدل كبير جدا لأن برضو كان في البحث عن بديل. فدي النقطة الخاصة بالصادرات المصرية لروسيا. يمكن العكس بقى، الواردات المصريه من روسيا احنا بنستورد ب 4 مليار. قمح مصر مثلا من طبعا القمح مصر اكبر مستورد، لان مصر بتعتمد على الحبوب الروسيه بتقريبا 70% من وارداتنا جايه من روسيا من حبوب 70% تقريبا، و10% من اوكرانيا. روسيا برضو مصدر مهم جدا للحبوب في افريقيا، في 5 دول بتعتمد على الحبوب الروسيه زي السنغال، بنين، الصومال، مصر، في دول كتير جدا بتعتمد على الحبوب الروسيه. إذن احنا بنتكلم هنا على علاقات مهمه جدا في سلع استراتيجيه. طبعا. وبرده منتج الحديد برده مصر بتستورده من روسيا، فدي برده سلع بنقول عليها بتدخل في صناعات استراتيجيه مهمه. طيب قبل ما نختم دكتور صابر، يعني هل مع تزايد تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه وزي ما احنا عارفين انه في مخاوف كبيره جدا على الامن الغذائي العالمي، هل سيكون الاتجاه لافريقيا لتكون سله غذاء العالم خاصه اذا ما تم توظيف يعني الموارد اللي موجوده بشكل صحيح؟ يمكن في مشكله كبيره جدا في عمليه الغذاء في افريقيا، عمليه تسويق المنتج نفسه. صحيح. يمكن النهارده كان في بالصدفه في دوله السودان كان في في فائض رهيب جدا في المعروض من المانجا مثلا. فالسلعه زي دي لو كان في عمليه تسويق كويس، كان في روابط مع بعض الدول، كنت تقدري مثلا تستغليها بقى في عمليه التصنيع، في عمليه كذا. فقيس على كده منتجات كتير جدا بيبقى في فائض في فتره معينه بتخلي الاسعار بتاعتها منخفضه جدا، وفي مواسم اخرى بتلاقي عجز في بعض المحاصيل. اذا احنا محتاجين عمليه تكامل زراعي في القاره الافريقيه. لازم يكون في تكامل في المشروعات، لان اقرب دوله افريقيه ليكي من الناحيه الجغرافيه السودان. لابد من اقامه يعني مشروعات زراعيه مشتركه بشكل عاجل جدا، ملح جدا طبعا، عاجل جدا، لان انت المقاومات موجوده، راس المال موجود، العلاقات الطيبه موجوده. اذا ما المانع نعمل مشروعات زراعيه مشتركه في المنتجات اللي محتاجينها، سواء كانت منتجات الفاكهه والخضار الى اخره. الحاجه الثانيه ان فعلا في نمو حصل دلوقتي في مصر في بعض المنتجات والخضروات والفاكهه، ما بقيناش نحس زي الاول ان في ازمه في المعروض، وما حسيناش في الازمه حتى رغم الازمات العالميه اللي احنا الازمات الكتيره، رغم الكوفيد واللي حصل لسلاسل الامداد واللي حصل في عمليه النقل الدولي للمنتجات، المشروعات اللي اتعملت والصوب الزراعيه ومشروعات القوات المسلحه زودت المعروض بشكل كبير جدا، بحيث ان لما يحصل اي دروب او اي انخفاض في عمليه الانتاج لا في موجود بديل يقدر ان هو وما يخليش السعر يرتفع. انا اهم حاجه عند المستهلك ان ما يرفعش عليه السعر. استاذ دكتور صابر شاكر، استاذ الاقتصاد والتجاره الخارجيه جامعه حلوان، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. شكرا. بشكر كل الساده المشاهدين والى اللقاء.